محمد غرابه مدير منتخبنا الوطني، يبدو انه في مشكله في التدريب هناك، نمسي على طه وعلى غرابه ونسيب طه يعمل هذا الحوار مع محمد غرابه. مساء الفل عليك يا طه، مساء الفل يا محمد يا غرابه، اتفضلوا. كل التحية طبعا ليك يا كابتن شوبير، ومساء الخير عليك او صباح الخير تقريبا يعني في مصر، الساعة هنا لسه 11 الا، وضيوفك طبعا كل التحية ليهم من داخل مقر اقامة منتخبنا الوطني. يعني ليلة المباراة ليلة اللي كلها التركيز وكلها طبعا الامور فيها الهدوء اكثر بالتأكيد، لكن بشكل عام كده الاول طبعا يعني طبعا انا مرحب بضيفي طبعا زي ما حضرتك رحبت بيه استاذ محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني، لكن بشكل عام الاول خلينا نتكلم عن المنتخب والاجواء، الامور كلها ممتازه عشان برضو نطمن الناس. طبعا امبارح عشان رحله السفر وعلشان التدريب اللي خاضها اللاعبين امبارح الامور كانت فيها بعض الاجهاد، النهارده مع الراحه ومع البرنامج اللي حاطه طبعا مستر فيتوريا اليوم الامور كانت كلها كويسه، الحاله النفسيه والمعنويه ممتازه جدا. كواليس يعني صغيره ممكن الناس ما بتشوفهاش، لكن حابين نقولها وننقلها انه الفرحه بين كل اللعيبه بلعيبه الاهلي اللي يحققوا البطوله، الاهلي الزمالك مفيش هنا الوان، كله هنا مندمج مع بعضه في روح وهزار ويعني امور كلها ممتازه، ومش بس هي حب لبعض اللاعبين او كلهم مع بعضهم بيحبوا بعض، لا هي كمان روح ايجابيه لاسم مصر المنتخب مصر عشان الامور كلها تطلع بالشكل الجيد. طبعا اليوم النهارده تدريب الفطار، وبعدين كان في بعض التدريبات في الجيم، وبعدين طبعا كان في الاجتماع الفني اللي بدأ هنقول مش يعني مشكلة أزمة، لكن هنستعرض ده مع الأستاذ محمد غرابة. أولا طبعا برحب بيك، والنهارده يمكن خلاص احنا ليلة المباراة، لكن أزمة ما كانش فيه داعي لنا أو يعني من ناحية طبعا منتخب غينيا، النهارده فوجئنا لقينا بدل ما احنا بنتدرب الساعة 7 في ميعادنا الرسمي حسب تعليمات الكاف لقينا الفرقتين في أرض الملعب. احكي لنا بقى التفاصيل والكواليس بداية من الاجتماع الفني. والله البداية كانت من امبارح، تمام. اول حاجه بمسي على كابتن شوبير والضيوف في الحلقه. ف امبارح كان في كلام او اتبعت لنا ريبورت من التقرير من الاتحاد الغيني ان هيبقى في الساعه 7 هنتمشى على الملعب لمده 25 دقيقه او 20 دقيقه فقط لا غير، مش هنتمرن وهم هيخشوا الساعه 7:30. المهم دخلنا النهارده الاجتماع التحضيري او الاجتماع التكنيكال ميتنج في اللي بيحضروا المراقب المباراه والجانب المصري والجانب الغيني. فوجئنا بان احنا لا تعنتهم ان هم هيتدربوا الساعه 7 في الملعب، وده حسب لوائح الكاف بتقول ان فريق الضيف قبل الماتش بيوم هو اللي بيتدرب في توقيت المباراه. والتعنت ده يعني اصروا عليه، تمام، لدرجه ان هم يعني ما عندهمش مشكله ان هم يدفعوا الغرامه لو في اي غرامه. المهم احنا ما كانش رد فعلنا ان احنا هنصعد للكاف. بعتنا ميل امبارح للكاف، بعتنا النهارده للكاف تاني، تواصلنا مع المسؤولين في الكاف، ردوا علينا بميلات رسميه ان انتوا حقكم ان انتوا تلعبوا في توقيت المباراه الساعه 7 النهارده. فوجئنا بعد ما رحنا لقينا وجود بس نتكلم عن مراقب المباراه اثناء الاجتماع الفني لما قال لكم توجهوا بعد الاجتماع للملعب في ميعادكم عادي، برضو ايه اللي حصل من جانب الغيني؟ بالظبط، هو قال لنا توجهوا لان هو برضو كان بيصر على قصه البند اللي هو بيثبت حقنا كتدريب في نفس التوقيت المباراه. ومع تعنت الجانب الغيني بعتنا ميل بتقرير من مراقب المباراه للكاف، وترد علينا في نفس الوقت الساعه 5 بعد الظهر، قال لا انتوا ليكوا الحق وليكوا الاولويه ان انتوا تلعبوا في توقيت المباراه. قبل التمرين بساعتين. قبل التمرين بساعتين. حضرنا عادي ونزلنا وتحركنا على الاستاد، تمام، لقينا ان الاتحاد الغيني موجود، تمام. مش هقول حصل مناوشات، ولكن يعني حصل احتداد، تمام. فضلنا احتراما للاتحاد المغربي واحتراما لدوله المغرب واحتراما لمكانتنا كمصر، تمام، ان احنا نحفظ حقنا. اتفقنا باسلوب او باخر مع مراقب المباراه ومع الكاف ان هم هيتمرنوا الاول واحنا هنتمرن تاني. بس ده موقف يعني انا حسبته، وهيحصل في تواصل بيننا وبين الكاف بشكل رسمي خلال النهارده او بكره بالكتير، والمفروض ان بقى في رد فعل على الاتحاد الغيني في الفتره المقبله باذن الله. طبعا احنا نزلنا واللعبه اتحركت، والمسافه من الاوتيل لملعب المباراه اللي هو النهارده كنا المفروض نتمرن عليه نص ساعه، طبعا اللعبه كانت في الشارع برضو، يعني حصل رجوع في الاول
لما عرفنا الموضوع. لا احنا كنا في الاول خالص احنا عارفين ان في سيناريو هيتعمل في الموضوع ده، ففضلنا ان احنا نروح بدري واللعيبه في الفندق. تمام. هم اتاخروا في، يعني اخرناهم في النزول شويه عشان غير البرنامج كله اتغير على الاقل نص ساعه او ساعه الا ربع في تاخير في التمرين، ولكن ده كان فضلنا ان هم يفضلوا في الفندق تمام لغايه اما نحل الموضوع، وبعد كده جم على التمرين على طول. اللي حصل بقى بعد لما لقينا المنتخب الغيني موجود في أرض الملعب، ولما حضرتك كنت موجود مع ممثل المنتخب الغيني واتكلمت معاه. والله بص، هو يعني حصل، يعني هنقول بس هي مشادة، وكان في حضور المراقب المباراة، ووصلنا لحل في الوقفة ان احنا مش هنطور الامور او مش هنصعد الامور، احنا كده كده على تواصل دائم مع الكاف ساعتها، ففضلنا ان احنا احتراما لان احنا بلد المستضيفة المغرب، وبصراحة هم كانوا، يعني كانوا الاتحاد المغربي، يعني بصراحة يعني انا بشكرهم وبشكر السفارة يعني لدعمهم الدائم لينا كمنتخب مصر، ففضلنا ان احنا نتنازل عن التدريب ونتأخر تدريبنا نص ساعة لغاية اما الجانب الغيني يكمل تمرين، ونزلنا بعديه على طول. شكرا جدا، وطبعا ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بعيدا عن اللي حصل النهارده، وان شاء الله الامور تسير بشكل رائع ان شاء الله. بإذن الله. ميرسي جدا وربنا يوفقنا جميعا. كابتن شوبير، يعني ده كان ملخص للي حصل النهارده بخصوص طبعا موضوع ازمه ملعب المباراه اثناء التدريب اليوم، لكن برضو سريعا خليني اقول لك ان منتخبنا الوطني في الاجتماع الفني ايضا تم القرار ان هو هيلبس اللون الابيض وهم هيلبسوا اللون الاحمر. تم طرح 2000 تذكره، حصلت مصر على 100 دعوه فيهم، الناس كلها مستعده تيجي تشجع ان شاء الله بالنسبه للجاليه المصريه او حتى المغاربه اللي بنقول لهم كل التحيه والشكر ان هم اثروا النهارده ان هم يكونوا متواجدين للبحث عن تذكرة عشان يحضروا المباراة. أكيد بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفوز غدا إن شاء الله والتأهل رسميا لكأس الأمم الأفريقية. كابتن شوبير من مقر إقامة بعثة منتخبنا الوطني، تعود الكلمة إليك الآن، تفضل.